بالنسبة للأنسجة الرخوة للعين هنلاحظ أن الجلوب اللي هي كرة العين بتكون على شكل كروي غير منتظم. The globe of the eye has an irregular spherical shape. الجلوب بتنقسم إلى جزئين، جزء أمامي اسمه anterior compartment وجزء خلفي اسمه posterior compartment. الانتيريور كومبارتمنت عبارة عن تجويف صغير موجود قدام اللينس اللي هي عدسة العين، والجزء الأمامي بيحتوي على الكورنيا اللي هي قرنية العين، والآيريس اللي هو الجزء الملون في العين، والمحيط بالبيوبلز اللي هي حدقة العين. والانتيريور كومبارتمنت بيكون مليان بخليط مائي اسمه أكويس هيومر، وظيفته انه بيرطب العين وبيساعد في المحافظة على الضغط داخل العين. الجزء الخلفي والأكبر وهو البوستيريور كومبارتمنت موجود خلف عدسة العين ومحاط بالريتنا اللي هي شبكية العين، واللي بتتكون من طبقات من أنسجة موجود فيها فوتوريسبتورز اللي هي مستقبلات بصرية مسؤولة عن عملية البصر. الحجرة والجزء الخلفي بيحتوي على مادة شبه الجيلي أجيلي لايك سبستانس اسمها فيتريوس هيومر، ودي المادة اللي بتحافظ على شكل وقوام العين.